ما عمرني ما درت السياسة، ديت السياسة هذه 3 شهور. دخلت، علاش دخلت ندير السياسة؟ أولا عندي كما قلت لك عندي ارتباط مع المشكل الاجتماعي ومع القطاع الاقتصادي، وكاين مسائل اللي خصنا ولا بد ان سميتو نجتهدوا ونطبقوها في هذاك المد. دونك قلت علاش ما نتقدمش انا باش نكون انا هو كما تيقولوا لو بورت فوا ديال هاد المشاكل اللي كاين، لا ديال الناس، لا ديال السكان، ولا ديال الصانعين ديال الصناع. ظهر لي بالنسبه لي انا عندي مصداقيه، حيت عندي سميتو ارتباط ما بين المشاكل ديال الحي الصناعي ومشاكل ديال السكان ديال سيد البرنوسي وسيدي مومن. يظهر لي كيظهر لي بالله في كاع الاعضاء اللي تقدموا في هاد الانتخابات، كيظهر لي بالله عندي اكبر مصداقيه باش نحقق هاد الوعود. هي خصنا نرجعوا خصنا هذيك المنطقه ديال سيد البرنوسي سيدي مومن ما تبقاش مهموله كما مهموله حاليا. تنقولش راه غدا وبعدو راني عندي 200 الف شاب ما خداماش، راه غنخدمها، ماشي هذا هو. خصنا نلقاو الحل كيفاش هاد الناس، هاد الاحصاء في الشركات، كيفاش هاد الناس ما مخدميش. اولا الناس ديال سيد البرنوسي سيدي مومن، علاش؟ شنو هو المشكل؟ واش التكوين؟ واش سميتو ان مانك دو كومينيكاسيون؟ واش ما عارفينش بلي كاين واحد الشباب اللي موجود وقريب اللي قد يخدم؟ خصنا نجتهدوا باش نعرفوا شنو هو المشكل.